بسم الله الرحمن الرحيم. لي عمل كبير ولي عمل قديم في مؤسسة الشهداء والسجناء السياسي خلال 10 سنين متتالية. أعتقد لدي باع طويل بالعمل، وإن شاء الله بالأيام القادمة عندما تصلني هذا المنصب، منصب رئيس مؤسسة الشهداء والسجناء ومادة 140، أن أكون هذا شرف لي، يزيدني فخرا أنه أن أخدم على هذه الشريحة المظلومة اللي كانت ذاك الوقت هي شريحة مضطهدة مظلومة من كل الحكومة السابقة.